أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وعضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعلنت توزيع 100,000 كتاب على عدد من المكتبات العامة في جمهورية اليمن ومخيمات اللاجئين في الدول العربية. يأتي ذلك ضمن حملة أمة تقرأ التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمناسبة شهر رمضان المبارك، والهادفة إلى توفير 5 ملايين كتاب للطلاب المحتاجين في مخيمات اللاجئين وإنشاء 2,000 مكتبة حول العالم الإسلامي. نعلن اليوم إطلاق حملة بعدد 100,000 كتاب، سيتم توزيعها أولا في اليمن ثم في الأردن وفي لبنان وبعض أماكن اللاجئين الأخرى بالتعاون مع الهلال الأحمر ومبادرة أمة تقرأ. أنا كذلك من هذا المنبر أريد من جميع من يشاهدني اليوم أن يساهم ولو بالقليل في هذه الحملة المهمة، حملة أمة تقرأ، لنخفف معاناة هؤلاء الأطفال في كل مكان